الإسلام بيقول لك فقه العقل اللي هو 1+1=2 غير فقه القلب، خلطة وزنة. القرآن بيقول كده لهم قلوب لا يفقهون بها، المفروض لهم عقول لا يفقهون بها. ولما واحد راح للنبي بيستفتي النبي قال استفتي قلبك، مع أنه كان المفروض يقول له استفتي إيه؟ عقلك. ولما شاب راح للنبي وبيقول للنبي ائذن لي في الزنا يا رسول الله، بص الترتيب اللي هيعمله معاه النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة النبي حط إيده على قلبه، وبعدين قام قايل له بص النبي هيعمل إيه، هيعمل إيه؟ عاطفي، أترضاه لأمك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ قال لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يرضون لأمهاتهم وعماتهم وخالاتهم ما لا ترضاه أنت لأمك وخالتك وعمتك. شفت؟ ثم ظل يمسح على قلبه